تركيا. يا ريت تضلها بتركيا الأولى، تبقى بتركيا. حلو تركيا، إذا مرماريس حلو تشمس وهيك. مرمين؟ مرماريس. بس عاشق كله. رح نخبرها وصلوا وصلوا اياها على تركيا، انه اللي حكيناه قلت لها اياه اول مره، عم ترجع بتعيده يعني زمطت هذيك بهذاك البرايم، بس باول مره رجعت لغزيت الغلطه يعني مخبيه ورا هالضحكه اللي بوجهها. انا يعني واحد لازم يغني باحساس، بتطلع باثارها تشوف في عم تغني بشغف وباحساس، هي بتحسها هيك مغنيها قاسي، المغنى قاسي. دينا اسمها دينا؟ دينا مغنيها كان قاسي، ما في احساس، غنية من نوع كل يعني فيها شجن وفيها احساس، المفروض تعطيها تعطي المينيموم احساس. مبسوطه بالضحكه انه انا مهضومه على المسرح وهيك وعندي ضحكه حلوه، بقدر اجذب الناس بضحكتي، بس غلط. تجذب الناس باحساسك، ما في احساس، خاليه من الاحاسيس، مجرده من كل شيء اسمه مغنى دافي. شيز تو تاف، وهيك غنية ما بدها تافنس، ما بدها واحد يكون هالقد قاسي. بالنسبة لي سقطت بيرفورمنس الغنية هالقد هيك فيها، كان بده مغنى أطرى شوي ونوع دفى أكثر بالمغنى بالإحساس، خالي من كل هدول غيره.